من الأسباب التي تجعل بعض الناس ينظرون إليكم نظرة معينة. السلفيون المتواجدون في معظم البلدان العربية. نعم. فهمي، ما أدري هل أنا مخطئ أم لا، أنك تدعو لدعوة، وكل من يؤمن بهذه الدعوة هو معك وأنت معه من أي جهة كانت. أما أن تتحمل وزر، أما أن تتحمل هذا الوزر، فأنا هذا لا أظنه، لا أظن أنك تقول أو ترى هذا الرأي. هناك من الإخوة السلفيين من